مثل ما شفنا بالفيديو السابق، عقب ما أرسلنا الاختبار من حساب المعلم طلعنا من حساب المعلم، والحين ندخل بحساب كطالب عشان نقدر نشوف شلون نحل الاختبار وشلون نرسله للأستاذ أو للتيتر. راح نضغط على Students، راح نحط الكود، راح نحط الاسم، أوكي. راح ندخل عادي مثل ما تشوفون الاختبار قدامكم طلع. راح نضغط على Start، نضغط على Start، راح يبدأ معانا الاختبار. مثل ما تشوفون تايم ليفت، هني يحسب لكم الوقت. بعدين هني الاختبار، مثلا عدد الاتجاهات الرئيسية والفرعية، نكتب الطريق الشمال والشمال الشرقي، والجنوب والجنوب الغربي وغيرها. هني مثلا تقع، مثلا احنا ترى لو تلاحظون هذه صفحة واحدة فيها سؤالين، لأن احنا اخترنا انه يكون بالصفحة الواحدة سؤالين. تقع أمريكا في قارة آسيا، حط بوز، ندوس نيكست، راح يطلع لنا الأسئلة الباقية. عدد قارات العالم، عدد قارات العالم ثلاثة رئيسية طبعا. هني تقع الكويت في قارة آسيا، تقع السودان في أفريقيا، تقع إيطاليا في أوروبا. ندوس نيكست، هني طلع لنا سؤالين بعد. الصلوات المفروضة هي صلاة الضحى والشروق، راح نكتب الصلوات المفروضة هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. تقع الخليج العربي بالنسبة لشبه الجزيرة العربية في الشمال الشرقي، ندوس finish now، confirm finish now. مثل ما تشوفوا طلعت الدرجة، طلع متى أنا سلمت الاختبار، وكم دقيقة استغرقت، وكم عدد النقاط اللي خذيتها. الحين راح ندخل على حساب المعلم ونشوف هل الاختبار وصل للمعلم ولا لا. مثل ما تشوفون مجموعة اثنين، الاختبار اللي حليته طلع النتيجة، نضغط على الريزولت، طلع لنا سارة مثل ما تشوفون حلينا 60.9 من 15، وطلع لنا الدرجة. لو نضغط على جريد راح يطلع لنا أسئلتها اللي حلتها صح واللي حلتها غلط. وبكذي نكون عرفنا طريقة البرنامج، وعرفنا شلون نسوي اختبار، عرفنا شلون نسوي جروب، عرفنا شلون نرسل الاختبار للمعلم، عرفنا احنا كطالب شلون نحل الاختبار ونرسل للمعلم ونشوف الدرجة وغيرها. بكذي أكون خلصت شرح البرنامج. أتمنى إن شرحي كان واضح، وأتمنى إني وصلت لكم معلومات البرنامج بالتفصيل الممل. وشكرا جزيلا.